بكم طلابنا صف الثامن. توصلنا معكم إلى الدرس الخامس والأخير في الوحدة الثالثة. طبعاً قلنا كل الدول التي قمنا بذكرها في الدروس السابقة تعود إلى العصر العباسي طبعاً، واليوم سوف نأخذ دولة جديدة ونتطرق إلى نشأتها وأقسامها وأهم المنجزات الحضارية التي حدثت فيها وبعد المواجهات مع العدو الخارجي. طبعاً هي دولة المماليك. تذكرنا في نهاية الدولة الأيوبية قلنا بأن أبناء صلاح الدين الأيوبي عندما لم يستطيعوا أن يسيطروا على الحكم وذلك بسبب ضعفهم طبعا، قام عمهم العادل بتولي الحكم، ومن ثم شجرة الذر التي لم يبقى حكمها سوى 80 يوما. بعد ذلك تنازلت شجرة الذر لزوجها عز الدين إيباك المملوكي طبعا عن الحكم، وبذلك تحول الحكم من الدولة الأيوبية إلى دولة المماليك. إذن درسنا لهذا اليوم عن دولة المماليك. تمام. تاريخ تأسيس الدولة المملوكية يبدأ تاريخها الهجري من سنة 648 حتى 923 للهجرة، أما التاريخ الميلادي لها 1250 حتى 1517 عاما. إذن تأسيس دولة المماليك، كيف تأسست دولة المماليك؟ ولكن قبل أن نتكلم عن مرحلة تأسيس دولة المماليك علينا أن نعرف المماليك أو ما يعني مصطلح المماليك. طبعاً يطلق كلمة المماليك أو مملوك على الحرس الخاص بالسلطان، الحرس الخاص بالسلطان، هم فئة من الرقيق الأبيض تمام؟ من الشركس والتركمان والجرج. طبعا استقدمهم الأيوبيون إلى مصر بعد أن توسع وازداد نفوذهم. ماذا فعلوا؟ استولوا على الحكم. إذن استولوا على الحكم. طبعا يعتبر المماليك الذين طبعا كان حكام المماليك أيضا يتبعون النهج من نهج الأيوبيين في استخدام المماليك من البلاد الإسلامية، من البلدان الغير إسلامية. كان يستخدمون المماليك من البلدان الغير إسلامية، غالبيتهم كانوا من الأطفال حتى يتم تدريبهم وفق قواعد صارمة وذلك في ثكنات عسكرية، وعزلهم أيضا عن العالم الخارجي. لماذا يعزلونهم عن العالم الخارجي؟ حتى يضمنوا ولاءهم التام للحكام، الولاء التام للحكام. اعتمد الأيوبيون كثيرا على المماليك في بناء جيشهم، فكانوا على جانب عظيم من التدريب والنظام، إلى أن وقعت أو حدثت نزاعات على السلطة بين أفراد الأسرة الأيوبية للفوز بعرش صلاح الدين الأيوبي بعد وفاته. انتهز المماليك الفرصة وانقلبوا على الأيوبيين، وبالتالي سيطروا على الدولة الأيوبية وأسقطوها وهم تولوا الحكم بعد ذلك. إذن بالنسبة لدولة المماليك نقول عن تأسيس الدولة، النقطة الأولى يطلق كلمة المملوك على من؟ قلنا على الحرس الخاص بالسلطان تمام، وهم فئة من الرقيق قدموا من أو هم فئة من الرقيق من الشركس شراكسة يعني والجرج جرجستان تمام والتركمان التركمان ماشي. النقطة الثانية استخدمهم من؟ استخدمهم الأيوبيين، كانوا معروفين في عهد الأيوبيين، استخدمهم الأيوبيين إلى مصر تمام. طبعا معظمهم كانوا من الأطفال
معظمهم كانوا من الأطفال، قلنا كانوا يتدربون وفق قواعد صارمة في ثكنات عسكرية، وكانوا يعزلونهم عن العالم الخارجي حتى يضمنوا ولاءهم. تمام. طبعا اهتم الأيوبيون بالمماليك في بناء الجيش، في بناء الجيش كانوا يعتمدون عليهم اعتمادا كليا على الجيش، لأنهم كانوا مدربين وفق نظام جيد. تمام. إذا ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الممالك. إلى أقسام الممالك قسمت الدولة المملوكية إلى قسمين، كان لدينا المماليك البحرية وكان لدينا المماليك البرجية. ماذا يعني المماليك البحرية؟ ويقصدون بها المماليك الذين كانوا يتمركزون ويقيمون في وسط نهر النيل في جزيرة الروضة. تم اختيار جزيرة الروضة كمركز ومقام للممالك، أي في وسط نهر النيل. طبعا من أهم ملوك المماليك البحرية لدينا قائد الجيوش الظاهر بيبرس. أما بالنسبة للمماليك البرجية هم الذين يتمركزون في الأبراج الداخلية، تمام، في قلعة القاهرة. إذن يتمركزون في الأبراج الداخلية في قلعة القاهرة. طبعا من أهم المماليك أيضا البرجية لدينا برقوق الغوري وبرسباي. برقوق الغوري وبرسباي. إذن أقسام المماليك لدينا مماليك بحرية من اسمها بين، يعني بحرية، يتمركزون في جزيرة الروضة. في جزيرة الروضة من أهم ملوكهم من؟ الظاهر بيبرس. تمام. أما المماليك البرجية يتمركزون في الأبراج الداخلية، تمام، قلعة القاهرة. أبرز ملوكهم من؟ برقوق الغوري وبرسباي. تمام. ننتقل إلى مواجهة المماليك مع المغول. طبعا من أهم الأحداث أو من أهم المعارك التي حدثت بين المماليك والمغول لدينا موقعة عين جالوت الشهيرة. إذن معركة عين جالوت الشهيرة سنة 1260 للميلاد وقعت بين المماليك طبعا بقيادة قائد الجيوش المملوكية الظاهر بيبرس في عهد أي سلطان؟ في عهد السلطان المظفر قطز. وأيضا قائد جيوش المغولية مين كان؟ كتبغى. تمام. جرت هذه المعركة بين الطرفين واشتد القتال، وطبعا انتهت المعركة بانتصار ساحق لجيوش المماليك على جيوش المغول. كان لهذه المعركة وقع في نفس طبعا الإسلام، حيث أعيد لهم الثقة مرة أخرى بعد تعرضهم للعديد من الغزوات التي واجهوها في أثناء وجودهم. إذن بالنسبة لمواجهة الممالك مع المغول نذكر أهم موقعة، موقعة عين جالوت سنة 1260 للميلاد، سنة 1260 للميلاد. طبعا بين من؟ بين الظاهر بيبرس قائد المماليك وكتبغى قائد المغول. انتهت بانتصار ساحق للمغول.
مماليك. نذهب إلى إنجازات المماليك الحضارية. نذهب إلى إنجازات المماليك الحضارية. طبعاً المماليك بقسميها البحري والبرجي لكل قسم كانت له ميزة خاصة به، ولكن القسمان اهتما بالفنون، بفن العمارة، اهتموا بفن العمارة وأيضاً بفن الزخرفة. ومن أهم المنجزات التي تخص الفن والعمارة نذكر منها بأن المماليك تميزوا بفن الزخرفة، تميزوا واهتموا بفن الزخرفة كالزخرفة على الخشب والمنسوجات وأيضا المعادن المصقولة أو المرصعة وأيضا الزجاج الذهبي المصقول. كما ظهر اهتمام واضح بفن العمارة المملوكية في عهد السلطان، في عهد أي سلطان؟ طبعا في عهد السلطان قلاوون، تمام، في عهد أي، في عهد السلطان قلاوون. كمان من أهم النماذج التي ظهرت في عهد السلطان قلاوون لدينا مجمع السلطان حسن، ولدينا مجمع السلطان قلاغون، ولدينا جامع أقبغة الأطروشي في حلب، ولدينا المدرسة التشقمقية والمدرسة الصابونية في دمشق. أسماء قد تكون غريبة وصعبة ولكن يجب أن نعرفها. إذن بالنسبة للمنجزات الحضارية في دولة المماليك قلنا اهتموا من أهم المنجزات اهتمامهم بالفن والعمارة، تمام. طبعا منها تميز المماليك بفن الزخرفة، بفن الزخرفة طبعا مثل ايش؟ كالزخرفة على الخشب والمنسوجات والمعادن والزجاج المصقول، تمام. كمان ظهر اهتمام واضح بالعمارة المملوكية في عهد أي سلطان؟ في عهد السلطان قلنا قلاوون وقايتباي أيضا، وأيضا قايتباي، تمام. طبعا من أهم النماذج المدرسة التشقمقية، التشقمقية والصابونية في دمشق، تمام. لدينا أيضا مجمع السلطان حسن وقلاوون وجامع أقبغة في حلب، أقبغة الأطروشي في حلب. طبعا كمان اهتموا ببناء المدارس والمستشفيات والأضرحة والمآدن، تمام. إذن هاي بالنسبة لإنجازات المماليك الحضارية. ننتقل الآن إلى ضعف دولة المماليك، ضعف دولة المماليك. طبعا كانت هناك عدة عوامل وأسباب أدت إلى ضعف الدولة المملوكية ومن بعد ذلك انهيارها. طبعا دولة المماليك ما هي الأسباب التي أدت؟ من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف المماليك النزاعات والصراعات على السلطة بين قادة المماليك، النزاع والصراع على السلطة بين قادة المماليك، بالإضافة إلى تدهور الحالة الاقتصادية وذلك عن طريق يعني نقل الطرق التجارية عن البلاد العربية إلى أين؟ إلى جنوب أفريقيا عندما اكتشفوا طريق رأس رجاء الصالح، وأيضا لم يطوروا الزراعة، الأمر الذي أدى إلى هجرة الفلاحين من أراضيهم طبعا هربا من الضرائب. وإذا لم يكن هناك أي زراعة
ولم يكن هناك أي اهتمام بالمجال الزراعي، ماذا سوف تنتشر؟ سوف تنتشر لدينا المجاعات وبالتالي الأوبئة والأمراض. أما السبب الثاني أيضاً عدم تفوق المماليك أو عدم تطوير المماليك عقليتهم في شؤون القتال. كانوا يعتمدون على القتال على الأساليب والطرق القتالية القديمة، تمام، التقليدية القديمة، على عكس العثمانيين الذين اعتمدوا على السلاح الناري المتطور طبعا، وهذا كان له أثر كبير ودور كبير في انتصار العثمانيين بقيادة سليم الأول في معركة مرج دابق طبعا بالقرب من حلب، على من؟ على المماليك بقيادة طبعا قنصو الغوري. وأيضا لدينا سبب آخر وهو خيانة بعض قادة المماليك من أمثال جامبوردي الغزالي وخير الدين بيك، الأمر الذي أدى إلى حسم المعركة. طبعا معركة الريداني سنة 1517 في القاهرة كانت آخر المعارك بين المماليك والعثمانيين، والتي أدى إلى هزيمة المماليك تمام ودخول العثمانيين إلى القاهرة وبالتالي قضاءهم على دولة الممالك. إذن نختار أهم النقاط والعوامل والأسباب التي أدت إلى ضعف دولة المماليك. قلنا من أهم هذه، أولا طبعا الصراع على السلطة وتحول طرق التجارة عن البلاد العربية إلى أين؟ إلى جنوب أفريقيا. كمان عدم تطوير الزراعة أدى إلى حدوث مجاعات، تمام؟ عدم تطوير عقلية المماليك القتالية، تمام؟ اعتمدوا على الطرق التقليدية القديمة، تمام، عكس العثمانيين. وكمان لدينا أسباب أخرى كخيانة بعض قادة المماليك أمثال جامبوردي الغزالي وخير الدين بيك طبعا هذه كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف دولة الممالك وبالتالي دخول العثمانيين إلى القاهرة وإنهاء دولة الممالك. إذن دولة المماليك، تكلمنا عن تأسيس الدولة، تكلمنا عن أقسام المماليك، تكلمنا عن مواجهة المماليك مع المغول، ثم تكلمنا عن أهم الإنجازات الحضارية في دولة المماليك، ثم تكلمنا عن ضعف دولة المماليك. وبهذا أتينا إلى نهاية الدرس، وشكرا للمتابعة.